السلام عليكم، معكم ضياء من شركة أوست المكولي للنشر. احنا دار نشر متواجدة في لندن وعندنا فرع في نيويورك، وحاليا فتحنا من سنتين في 2019، من 3 سنوات عفوا، في الشارقة. عندنا أكثر من 600 إصدار، أكثر من 250 مؤلف سعودي. بنركز على فئة المؤلفين الشباب العرب. طبعا إصداراتنا بشكل عام ممكن تتكلم عن روايات، ممكن تكون قصص قصيرة، في شعر، في عنا كتب إسلامية، في عنا جزء كبير خاص بكتب الأطفال. اللهم صل على سيدنا محمد. هذه طبعا أول مشاركة لنا في السعودية، وإن شاء الله ما راح تكون آخر مشاركة لنا. حنشارك في المعرض الرياض القادم، ومعرض جدة راح يكون في آخر السنة بإذن الواحد أحد. إن شاء الله كمان كل شهر عم بيزيد عندنا أكثر من 10 مؤلفين سعوديين. عم نركز ما شاء الله على السوق السعودي، ما شاء الله هو سوق ضخم والقوة الشرائية فيه كبيرة. حين في المعرض هنا عندنا 90% من كتبنا هي روايات، لأنه أكثر أغلبها كتب كتاب سعودية. في عندنا هون رواية اسمها يلا شردة، هاي من الأكثر مبيعاً عندنا. هاي تتكلم عن ذكريات شاب أيام الستينات والسبعينات، فهو باللهجة العامية. فليش الأكثر طلب عليه؟ إنه هو باللهجة العامية، وغير كده لما أنت تقرأ الكتاب هذا فصير تتخيل أيام الستينات والسبعينات كيف كانوا عايشين قبل في جزيرة العرب. في جزيرة العرب، إيه، أيام قبل البترول، أيام الجمال، أيوة، والأحسنة. في عندنا كمان برضو كتب شعر، مثلا أكثر من نوع أشعار. في عندنا سير ذاتية، في عندنا كمان كتب باللغة الإنجليزية غير مترجمة. في عندنا كتب بناء شخصية ذاتية، كتب عن الإدارة والتخطيط. فإحنا ما بنركز على شيء معين، إحنا كتبنا تغطي جميع المجالات وجميع مؤلفين سواء عرب أو غير عرب. والحمد لله يعني إحنا دار النشر كله يعني بتطلع ننشر خلال، لأنه إحنا بنغطي أوروبا، بنغطي السوق الأمريكي كامل، وحاليا عم نغطي سوق الشرق الأوسط. وإن شاء الله يعني مستقبل حالي يعني من أهدافنا إنه إحنا نغطي العالم كله بإذن الواحد أحد. اللي حاب يوصل لمنتجاتكم بعد المعرض ممكن من خلال موقع الإلكتروني، حلو، austinmacaulay.ae. نشوف السبيلنج تبعه ممكن، يلا، أو إذا داخل السعودية ممكن إحنا من خلال مكتبة جرير ومكتبة عبكان، جميع كتبنا متوفرة فيها. هذا موقعنا الإلكتروني، عندكم هذا الموقع واضح قدامكم، بإمكانكم الطلب من خلاله والاطلاع على كافة الإصدارات. الله يعطيك العافية. موجودين إحنا في مكتبة جرير، كل مكتبة جرير هنا في السعودية موجودة في كل الفروع. الله يعطيك العافية، الله يعافيك، ونورت لكم، نورتونا في معرضنا في المدينة. الله يخليك، نور فيكم.